Jesús caminó con los apóstoles para entrar a Jerusalén por la puerta de las ovejas. Venimos de esta fe, caminando por el huerto de los olivos, pasando luego hacia Jerusalén. Yeah, he died.
شكر وكلمة حق للمرتلين للكشاف للشباب للإكليريكيين. بشعنا مبارك الآتي باسم الرب. هذا ما هتف به أهل أورشليم عندما دخل يسوع المدينة المقدسة برفقة تلاميذه، وهذا ما نهتف به اليوم نحن أهل المدينة المقدسة ومن يرافقنا. دخل المسيح بمحبة ووداعة، دون سلاح ومسلحين، دون حرس ومراسيم. دخل مبشرا بالسلام والتوبة والرجاء. لم يدخل المدينة ليحارب وينتقم ويحكم ويحاكم ويهدم المنازل، بل ليقدم ذاته فداء على الإنسان ويرجع الكرامة لبني البشر. واليوم نحن جميعا وبعد الصيام الأربعين نتبع خطى الفادي، ندخل المدينة المقدسة بالترنيم والهتاف علامة دخولنا الأسبوع المقدس. أسبوع مقدس هو أسبوع الألام، هو أسبوع ضرب الصليب، هو أسبوع الحرب في كل مكان، ولكنه والحمد لله ينتهي بالتوبة عن الخطيئة والظلم، كما ينتهي بفرح القيامة التي نتمناها لبلادنا ولشعوبنا ولأهالينا. أيها المنتصر على الموت والشر، يا من جربت الصليب والإهانة والتشريد، إن شعوبنا لا تزال تعاني ألام الحرب والتنكيل والاضطهاد والتشريد. أيها المنتصر على الموت، يا أمير السلام، إن شعوبنا في الأرض المقدسة وفي الشرق الأوسط لا تزال تعيش في جلجلة متواصلة، وكأن ضرب صليبنا لها بداية وليس لها نهاية. يا قاهر الموت، بحق ألامك وصلبك أوقف ألامنا وصلبنا، بحق قيامتك اجعلنا نتذوق طعم السلام.